علمني أنا السبب، المفروض ما علمتها على البرنامج. الندم مو بنصلح الأمور، ركزين إن نساعدها وبس. بنات الموضوع خطير، لازم نكلم الشرطة، ما ينفع إحنا نتصرف. لا لا، ما بيورطها، أخاف عليها يدرون. ترى لو طلع الوضع صعب بكلم الشرطة. روقوا خلاص، يمكن ما فيها شيء، بس أحد سرق جوالها. لا، إحساسي يقولون في شيء، أحس بطعم غريب بفمي. أتوقع ما له دخل، بس فرشة أسنانك. شهانة مو بوقتك. وحتى لو طلع معها أحد، أنا جايبة معي عدة قتال كاملة. الموقع يقول إنها هنا، شوف النور مشغل فوق. مشينا يلا. يا ليل المصعد خربان. مخرج دورة مفتوح. ها بشر، كيف ماشي الأمور؟ الزبون وصل وقاعد ينتظرك تحت، لا تتأخر. إيش الخيار الصح بهذا الوضع؟ هنوف وقف انتظرينا، لا تتابينهم الحالة. هلا، جينا بساعة الفرق من الخريطة. المكان فاضي، بس الخريطة تقول إنها هنا. لحظة، لا يكون الخريطة جابت العيد فينا زي ما توقعت. حلب وردة كبيرة. وينهم؟ وينهم الحمير؟ قطعهم تقطيع. حلب موجودة بالبرج الثاني. يا ويلي، البنت مربطة وحالتها حالة. لا، احنا بالمكان الغلط. بسرعة خلونا ننزل نروح لها. لحظة شهانة، اعطيني المكبر بتأكد من الوضع. بنات الوضع خطير مرة، لازم نتصرف بسرعة. حلا تسمعينا؟ ردي علينا عشان نعرف نساعدك. استيقظ يا جو. شكرا انك اخذت حبل يدي. ما يحتاج تشرحين لنا شيء، كيف نقدر نساعدك بس؟ الوضع حوسه مدري، اشياء كثيرة صارت، مخي قاعد يدور. كلنا ندري انك بريئة ومالك ذنب. انا بريئة يا ليل النفاق، خلاص بطلت تمثيل البراءة. ما أعرف أخلي حياتي تتدمر بسبب واحدة رخيصة زيك. ما تعرف شيء عن أفكاري، حتى هم تمنيت حياتهم تخرب. حاولي تهربين أو تتخبين بدور ثاني بالبرج. يا سمعت يقفل باب الغرفة، ما أقدر أطلع. خلاص اتركوني، واحدة زيي تستاهل اللي يجيها. لا تورطوا نفسكم معي، أنتم ناس نظيفين. إيش قاعدة تقولين؟ من مسوي لك غسيل مخ؟ المفروض ما غلطت هالغلطة، خلاص ما في مجال شيء يتعدل. وش صار لهذا المسكينة؟ وراها تتكلم كذا. شهانة ما عليك منها، تعال بتطلعها غصب عنها. شو الأصوات؟ شو سووا؟ جايين ننخذك ونفرقع وجههم واحد واحد. لا لا خلاص، أنا بجيكم، لا تخاطرون. دائما أعب على غيري. ليش دايما أجيب مشاكل للناس اللي حولي؟ إيش فايدتي بهذه الحياة؟ ليش يطلعوني كذا؟ حلا اسمعوا، وراك وراك وراك. يا الحثالة، وين رايحة؟ هلا ارجع ادخلي داخل، خلاص تطفحين. تراني قاعدة أدي على الشرطة، اتركها وروح أحسن لك. سكر المكالمة ولا بخليها تبوس الرصيف الحين. سلم لي على عينك حبيبي. يا بنات الشوارع، هلا بسرعة تعالي تكفل. ليش؟ ليش 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 مو بمسموح لي اصير غني؟ راح امسح كل شخص يخرب مخططاتي. حسوا بالالم حقي. برات اهربوا بسرعه. انا معي بشنطتي اسعافات، لا تتحركين. حافظ على هدوءك، كل شيء بيتطلع. هذه كانت صادقه،
والحين جاء دور المعيطية. خلي نشوف أنت قد هياطك. بموت بموت بموت. وقف المهزلة فيه. خلاص أنا بجي معك. انقلع عن وجهي لا أطيرك. أو لحظة، ما بقى لها طلقة واحدة، خلي أوفرها لو تورطت. قاعدة أسمع صوت طلقات، الوضع ما يطمن. ممكن تشرح لي سبب الطلق اللي قاعدين نسمعه؟ لا بس جالس خوفها، ما عليك ما في شيء، تطمن. خلاص شهانة يكفي، عالجي نفسك. يا اختي ما عليك مني، انت بس عطيهم المعلومات صح في البلاغ وانا برجع لك كتفك جديد. حل لا تدخلين في حل ثاني، اكيد الحل الوحيد اني ما اسبب مشاكل زيادة للناس وفكهم من شري. يلا مش ادخلي يا النعال. من وين جت هذه البنت الصغيرة؟ المكان خطر، لازم انقذها. تشبهني وانا صغيرة، ليش تصيحين؟ لاني سبب في كل مشاكل امي وابوي. من جدك؟ انت الطفلة، هذه مشاكل كبار، مو بنتي السبب فيها. بس في واحدة دايم تقول انا السبب واني خربت كلش. مستحيل، مين المجنون اللي يلوم طفلة؟ طيب انت اللي دايما تقوليني كذا. لحظة، هذول اهلي، كيف وش السالفة؟ هذه انا؟ حرام عليكم، اتركوا بحلب. طيب ليش انت نفسك ما رحمتيني؟ تقولين اني وصفة وما استاهل اعيش. متى قلت هالكلام؟ لحظة، واحدة زيي تستاهل اللي يصير لها. خذلتك يا نفسي، كيف سمحت لهم يقلعوني اني شخص سيء؟ كيف سمحت لهم يقللون من قيمتي وينصحونها؟ كيف سمحت لنفسي اني احقرها؟ انا حرب حياتي كنت اعيشها بعد اليوم. عندي ناس يحبوني ويقدروني ومستعدين نواجه اي شيء مع بعض. بسامح نفسي وبتعلم من اغلاطي وبعيش حياتي بالطول والعرض. حياتي الحقيقية تبدأ الحين. تعال يا الصرصور المبقوس. يا مجنونة، بمطيح كلنا كذا. تقول سلمنا على الرصيف لما تبوسه. نسوي قادحة ها؟ أنا أوريك. ممكن يكون كمين لنا ما تدري. اعتبر الصفقة ملغية وراسك ملغي. تحملي عشان نفسك، قاتلي عشان نفسك، أنت قوية تقدرين. أنا لا أحدد كيف حياتي تمشي. ما أصدق الكابوس انتهى. حلوف، أنا أسمع الكلام اللي قلته. مسامحتك تعالي بس. ترى ما أحب أحد يلمني. إذا صار على كيفك علميني.
حتى لو تخلى عنك الكل، لا تتخلى عن نفسك.